تعالوا نسوي احلى صينية دجاج بالخضار. يا عيني يا عيني، صدور دجاج نقطعها لشرايح صغيرة، بصل ونقطعه لجوانح، بودرة تتبيلة، معجون ثوم، طماطم، كزبرة ناشفة، فلفل أحمر مطحون، كاري، كمون، زيت زيتون، موية، نخلطهم سوا، ملح، فلفل أسود، ونخلطهم سوا. هنزل شرايح صدور الدجاج على التتبيلة، شرايح البصل، شرايح البطاطس. صينية التجهيز هننزل عليها الخليط بالفرن، وزع عليها شرايح طماطم، علامة الجودة أكيد. نغلفها بقدير، هستخدم القلاية الهوائية. أرجعها على القلاية 10 دقائق. يا عيني يا عيني، الله تبارك الله. نقول بسم الله ونجرب. ما شاء الله تبارك الله. نقول بسم الله. يا عيني يا عيني، شوف هذه لقمة السعادة يا سادة. يا جماعة من الآخر، لازم لازم تجربوني هذه اللقمة الثانية.